هنعمل حاجة المحمول. يلا شاف وشافوا يلا أمو. قوم ذكر إن حبك عزيمة. ماني جوعان. والله حبيت صدقك بس رياضتك الشرطة فضحتك قوم خلصني. إذا شركة حلبية موافق، أما إذا حساب الأفندي فما بدي. ليش ولا؟ أقول لك عني من نسل اليهود؟ لا بس كرمال بعد 100 سنة إذا ندقت على مصاري وما ديناك تقول ها الله يرحم أيام اللي كنا نطعميكم. لو عم بقلبك احسبها وخلصني. هلا اذا قمت ولعند ابو اللي خلفك ما بكون عايل فيك. بربك بلا ولدني، ضروري نضل ناطرينك يبرد الاكل، بدك تيجي غصبا عنك، قوم. يسلم لي اللي جاي ياكل معنا وضاربنا بالنية، والدلالي يا حلوة يا زلمة. جبتهم عند ابو فراس؟ ايه. اجت تاكسي؟ بكينج يونج، باص النقل الداخلي. قديش انبسطوا فيك الركاب والريحه متفح عليهم الدنيا وقت غدا ونصه بيكون طاقه مجدله. سيدي عم بقول يعني هي سنه الكون، عالم فوق وعالم تحت. اقطع عمرك، جبتيني مره بحياه فانوس، حسبتيني حالك على اللي فوق. ليك ليك لسه ما بلع اللقمه اللي عم تزهرها وبلش يدق فينا. بلش يمننا. اقعد 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 في يا زلمه بتضلك نايم. لك شو بك قول في حدا نايم في حدا مدفوس. والله العظيم لو ما لقيتك هون كنت رحت لعندك على البيت. شو في؟ يمنى شبهها بطيخه هلكتني فيها. انضبط عنا بالفرع. طب ممتاز هذا الحكي. القصه ما خلصت هون، بعد ربع ساعه من توقيفها، ربع ساعه بيطالعوها. معلم يمنى مع سامر الصباغ وانت عندي هون. لك اي سامر بطيخ؟ عم اقول لك في حدا اتقل من هيك بكتير تدخل وطلعها. مروان قسما بالله شلشتني، ما صار لي دقيقه فايق. يمنى هلا وينها؟ يا ربك عم تسالني شو بعرفني؟ ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. العمر إلك يا أبو ريان. يسلم عمرك أبو وصفي. اللي عم ينحكى حكيم مردود على صاحبه باسم فرنجين. بس بتصور يا أبو ريان الأسئلة اللي رح تتوجه لك اليوم بالقيادة رح تكون محرجة لحد ما بعد هذا الحادث. أكبر سؤال جواب عندي كلمتين. آخر شيء كان عم يعملوا ريان الله يرحمه قبل ما يتوفى حماية حدود البلد، واللي مربي ولد أفضل من ريان يجي لعندي ياخد حقه كلمتين يسم بدنه.